السلام عليكم وتحية طيبة لكل الإخوان والأخوات المتتبعين قناة كريم كسري. مرحبا بكم معي من جديد في هذا الفيديو. الإخوان والأخوات اللي كيتابعوا هذه القناة هذه، بغيت نوجه واحد النصيحة جد مهمة لجميع الآباء اللي كيجيبوا ولادهم هنا لإسبانيا. هذا الموضوع غادي نتكلموا مع الآباء اللي كيجيبوا ولادهم لإسبانيا أو لفرنسا أو لأي بلد أوروبي، أبناء قاصرين وكيخليهم هنايا وكيرجعوا للبلاد على أساس أن الولد خصو يكبر هنا في أوروبا باش يضمن المستقبل ديالو. هاد الناس هاد الحالات كثرت بزاف، سواء الناس اللي كيخليو ولادهم في اسبانيا يجيو سياحه كيخليهم او في فرنسا او في اي دوله. فهاد الخطوه هذه خطوه صراحه خطيره وخطيره بزاف، وخطا فادح كرتكبوه بزاف ديال الاباء وما كيردولوش البال. في الاعتقاد ديال بزاف ديال الاباء ان ولدك منين تخليه هنا في الدوله هذه الاوروبيه يكبر بوحده وتربيه الدوله الاوروبيه بوحده، لا اب لا ام لا اخ لا اخت لا حتى شي واحد، وغادي يكبر وغادي يكون انسان ناجح في حياته. والحقيقه كتبت العكس، والتجارب اللي كنا كثيره ومتعده من ارض الواقع اللي كتبت العكس. فكنتمنى ان الفيديو تفرجوا فيه كامل باش تفهموا الميساج ديالي، فهي فقط نصيحه من واحد قديم هنا في اسبانيا ومدوز ومشيت يعني الدول الاوروبيه وعرفت وشفت والحقيقه المره ديال هذه الخطوه هذه اللي كيقدموا عليها بزاف ديال الاباء، وخصوصا مؤخرا كثرت بزاف هذه المساله هذه بحكم ان اوروبا بصفه عامه الابناء القاصرين ما كترجعهمش للبلدان ديالهم، كتخليهم هنا وكتعتني بهم كديهم للسنترو وكتقريهم وكتعطيهم الوراق ملي كيكملوا 18 سنه. فانا بعد اول حاجه نعطيكم قصه ديال واحد الشخص، نتكلموا لواحد القصه واحد الشخص، واحد الولد في فرنسا بالضبط في مدينه مونبوليي بحكم انني كنت كنمشي ليها بزاف. كاين واحد الاب يعني دار نفس الخطوه، جاب ولده، هذاك الاب كان عسكري كان كيعطيوه يعني السياحه، جاب ولده وخلى ولده تما في فرنسا في مونبوليي كيكبر. في الوقت اللي خلاه كان الولد عنده 12 سنه وبدا كيكبر تما في ديك الدوله هذيك، وبدا كيكبر حتى كبر ودار 18 سنه وعد الوراق. فالوسط اللي عاش فيه والتكوين وداكشي كامل كان عنده واحد الافيكتو كبير في الشخصيه ديال الولد وفي التكوين ديال الولد، اللي خلاته ان ما رباش الكبده لا على المغرب لا على والديه لا على حتى شي واحد بصفه نهائيه. تخيلوا الاخوان، وهذه قصه واقعه والله العظيم لما واقعيه من ارض الواقع للشبعيني انا، وعايشتها وشفت وتصدمت في ديك القضيه هذيك، ان ولد كبر ودار الوراق بالرغم انه دار الوراق ما بغاش يهود للبلاد، ما بغاش يمشي يشوف والديه ولا خوتو ولا عائلته بحكم انه مغربي وعنده عائلته في المغرب. فذك من 12 سنه حتى 18 سنه هذيك السنين لعبت واحد الدور كبير في التغيير ديال الشخصيه ديال الولد، في ذاك الوسط اللي عاش فيه ذاك فرنسا مع ذاك الدراري اللي تعرف عليهم مع ذاك الناس. يعني الولد تعلم كاع الحوايج الخايبين، حشيش الغبره الشراب اي حاجه خايبه تعلمها، هو ظريف ما كيضرب ما كيقتل ما كيديرش المشاكل ولكن تعلم كاع الحوايج الخايبين. يعني ديك الغربه وديك الوسط وديك الشيء جعلته يعني هذاك الحب ديال الوطن او الاهل والاحباب ما بقاتش عنده في القلب ديالو. وهذا واحد مثال اللي عشت معاه وعايشته قريب مني. فان خينيرال كاين امثله كثيره بزاف لا في فرنسا ولا في اسبانيا ولا في اي بلد اوروبي. يعني جميع الناس اللي داروا هذه الحاله هذه جابوا لابناء ديالهم الصغار وخلوهم هنايا ارتكبوا خطا فادح وما عاقوش به. نرجعوا للفكره، الفكره شنو هي؟ هو انك تجيب ولدك قاصر وتخليه هنا في اسبانيا او في اي دوله اوروبيه على اساس انه يدير الوراق ويضمن المستقبل ديالو. دابا انت كاب الفكره ديالك ان ولدك غادي يدير الوراق ملي يكمل 18 سنه وغادي يحقق المستقبل ديالو وغادي يدير التكوين، ومن بعد ملي غادي يدير داك الشيء هذا كامل اللي انت كتخيله في العقل ديالك، من بعد غادي يرجع لك سالم غانم يعني بوريقاته خدام امارش، وبطبيعه الحال غادي يعيلك ويعاونك. اغلبيه الاباء عندهم هذه الفكره هذه انه منين غادي يدير المستقبل ديالو غادي يبقى يعاونني وغادي يبقى يصرف عليا ويصيفط لي الفلوس ونرتاح انا من جهته وهو يرتاح من جهتي والامور تبقى غادا مزيان ويبقى غادي يجي والطوموبيل ويجيب لي الحوايج. هذه الفكره ديال كاع الاباء اللي عندهم هذه العقليه هذه وهاد المونتاليتي، انا نخلي ولدي الصغير في اوروبا يعني حتى يدير الوراق. خاصكم تعرفوا واحد القضيه الاخوان، حنا جينا لهنا كبار وبكينا، كبار بوريقاتنا بنظمين الامور ديالنا بخدمتنا وبكينا. انا شخصيا نهضر على راسي، جيت بوراق ديالي بالكونترا ديالي وعندي 23 سنه ومع ذلك بكيت على ذاك الوقت الصعيب اللي جاني وبديك الفراق
الى غير ذلك، وعندي القدره اني نرجع نشوف والدي في اي وقت، ولكن فقط ديك اللحظه هذيك جاتني صعيبه شويه. ما بالك كتجيب واحد الولد عنده 12 سنه 13 سنه او 11 سنه او 14 سنه، يعني باقي قاصر باقي صغير باقي الله ما عارفش بحق الزمان وبحق الدنيا وبحق الوقت، باقي ما عارف والو، باقي عاد باغي يبدا. داك اللي غادي يقول له هذه مزيانه وهذه خايبه ما كيناش، اللي غادي يقول له هذه حلال وهذه حرام ما كيناش، اللي غادي ينبهه الحنان ديال الاب والام ما كيناش، العاطفه ديال الاخوه وديال العائله الدفء العائلي ما كيناش. داك الشيء كامل اللي كنعايشوا فواحد الوقت ملي كان باقي معكم كان كيعيش به مزيان، ولكن فواحد الوقت يعني ديريبينتي في دقه واحده مشى كل شيء وبدا كيتكون فواحد الوسط جديد عليه، تكوين اخر، عقليه اخرى، ناس اخرين، يعني كل شيء كيتغير. فمادام ان كل شيء كيتغير حتى داك الطفل كيتغير، حتى هو حتى التكوينه ديال الشخصيه ديالو اللي انت كنتي كتخيلها بواحد الطريقه ما كتمشيش بديك الطريقه اللي انت باغي. في الوقت اللي انك تكون كتحلم وكترسم وكدير واحد بزاف ديال الاهداف بان ولدي غيدير وغيدير 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 وغيكبر وغيدير وغيدير دار وغيدير طوموبيل وغيدير المستقبل بقى يصرف عليا ويجيب لنا الكادوات، فهاداك الشيء كامل وديك القرايه كامله وهاديك الشيء كامل كيضربك في الزيرو الزيرو. اخر المطاف كيدير الوراق ديالو يكبر كيكون يعني العاطفه يعني الحنان ما عندوش لان ما لقاش اللي يعطيه له، ما كتلقاش نجاح في حياته، ما كتلقاش عنده واحد الخدمه قاره، ما كتلقاش محقق داك الشيء اللي انت كنت كتطمح ليه، ما كتلقاش مثلا كيصرف عليك كما تخيلتي، ما كتلقاش ما شاريش حتى طوموبيل كما كنت كنت كتظن انه يشري طوموبيل وعيد دار. يعني بزاف ديال الحوايج كتاثروا في الشخصيه ديالو اللي انت كتصدم في اخر المطاف داك الشيء اللي بنيتيه كامل كيتهدم. 90% من هاد الحالات هادو ما كتنجحش. هاد الشيء ما كيعنيش ان واحد او لا جوج يعني في الحالات اللي نجحوا كيعني ان مزيان هذه الخطوه هذه. اغلبيه الحالات بالطريقه هذه واغلبيه الابناء اللي كيتربوا بالطريقه هذه وكيعيشوا بالطريقه هذه اغلبيه كيطلعوا فاشلين وما كيديروا والو، ما كيتعلموا حتى شي صنعه، ما كيديروا حتى شي ديبلوم، ما كيمشيو بعيد، وحتى الى خدموا ما كيكونش عندهم شي مستقبل، ما كيكونوش يعني عندهم شي طموح او لا شي حلم او لا حتى الحب ديال العائله والاهل والحباب. داك الشيء كامل كيكون عندهم ميت فيهم وداك اللي بنيتي كامل كيتهدم. نصيحتي لك ايها الاب او ايتها الام ان الابن خاص تخليه ماشي انت بنيه كيف ما بغيتي تخيل، خليه هو يبني المستقبل ديالو لراسو، خليه هو الا جات اوروبا وجابها هو لراسو خليه هو يبنيها لراسو. لان اغلبيه ديال الدراري اللي جاوا هنا لاوروبا مثلا بصفه عامه الدراري كانوا تحكوا في البلاد، خدموا دمروا، عرفوا بحق الزمان، عرفوا بحق الوقت، ضربوا تماره، شافوا الحوايج اللي كاينه في الخايبه والزوينه في البلاد ديالهم، فاش كيجيو لهنايا كيخدموا وكيدمروا وكيزيروا وكيتعلموا وكيكبروا وكيعرفوا بحق الوقت وكيبقاو يصرفوا على والديهم ويعاونوا خوتهم ويديروا بزاف ديال الحوايج ايجابيه ويبنيو ديورهم في البلاد ويديروا مستقبل، يديروا شي مشروع صغير وبدا يكبر، يعني كيبداو ينجحوا في حياتهم شويه بشويه. الدراري كاملين اللي كانوا تحكوا في البلاد، اللي ما تحك في البلاد واللي ما عرف حق الزمان واللي ما ضرب تماره ما تكرفص ما والو ما شاف والو، جا مباشره طفل صغير نشا في هذه البيئه هذه، لا اب لا ام لا حنين رحم لا عائله لا دفء عائلي، العيد ما كاين حد، رمضان ما كاين حد، يعني بزاف ديال الحوايج ديالنا التقاليد التقاليد ديالنا ما كيعيشهاش داك الولد، يعني لا لا الدين ما كيطبقوش بالطريقه اللي هو خصو يطبقو ولا العادات والتقاليد اللي تربينا عليها ونشأنا عليها واللي كتعتبر جزء لا يتجزأ من الثقافه ديالنا اللي كبره معنا، حتى هي ما كيشوفهاش وما كيعرفهاش وما ما كتجدرش فيه. هادشي كامل كيلعب واحد الافيكتو في الشخصيه ديالو وكيطلع بداك الشيء اللي تخيلتيه وبنيتيه نتايا وحلمتيه كامل كيمشي في زيرو وكيصدمك في اخر المطاف الشيء اللي ما كنتيش كتنتظره. كنتمنى ان هذه الخطوات هادو اللي كيقدموا عليه الاغلبيه ديال الاباء اعتبروها بان خطوه فاشله. فعلا البلاد ديالنا فيها الفقر، فعلا البلاد ديالنا فيها الظلم، فعلا بزاف د الحوايج ما كتحققوش في البلاد، ولكن هذا ما كيعنيش ان البلاد ديالنا ما نجح فيها حتى شي واحد. الا بغيتي ولدك يمشي لاوروبا خليه من يكبر بغى اوروبا خليه يقلب ليها راسو بلا ما تفرضها عليه نتايا او تديه او تقول له انت بغيتك تكون هنا وهذه الطريقه اللي بغيتك تكون بها. فهذا هو الخطا الفادح اللي كيرتكبه اغلبيه الاباء، واللي بطبيعه الحال من بعد واحد 6 او 7 او 10 سنوات غادي يندموا عليهم وغادي ديك الاب ابن ديالهم غادي ينفلت من يدهم وداك الشيء اللي رسموه كامل ما غادي يكون منه والو. وهذه هي الصدمه الكبرى اللي كديرها بيدك وما كتلقى لها حتى شي حل. هذه هي النصيحه ديالي من هذا الفيديو اللي كنوجهها لجميع الاباء والامهات، الاباء والامهات اغلبيه الاباء اللي كيجيبوا ولادهم لاوروبا وكيسمحوا فيهم. وكنتمنى ان قبل ما ديروا هذه الخطوه هذه فكروا مزيان تخميمه وتخميمه كما قالوا الناس زمان،
ولا ضربه بالمقص، خليه يبني راسه براسه. يمكن يكون غادي يكون ناجح في بلاده وانت ما عارفش، يمكن يكون هيكون شي حاجه كبيره في بلاده وانت ما عارفش، هو باقي صغير، طفل عنده 12 13 14 سنه. باش عرفتي انت ما غاديش ينجح، باش عرفتي انت ما غاديش يوصل، انت حكمتي له على المستقبل ديالو قبل حتى ما يدير والو، انت ما عارف والو. الارزاق بيد الله والمستقبل بيد الله وكل شيء بيد الله. النجاح في البلاد ولا في اوروبا ما كتبنيش نتايا. كاينه بزاف ديال الناس جاوا لهنا اوروبا ما نجحوا، ما داروا حتى وزه وبقاو هنا غاضيين، وكاينه وحدين بقاو في البلاد ونجحوا في حياتهم. انا ما كنعنيش كنقول لكم مثلا ما تجيبوهمش، لا لا لا، خليه هو الا بغاها خليه يقلب عليها الطريقه ديالو، لانه هو اللي باغي يبني راسو براسو. هذاك هو المسار اللي اختار هو لحياته لراسو، وباش يكون يعني هذاك هو اللي غادي يحقق فيه المستقبل ديالو. خلي الاختيار يبقى لولدك في الاول وفي الاخر. تحياتي لكم كاملين الاخوه والاخوات متابعين قناه كريم كسري. عجبكم الفيديو ديرونا لايك وبارطاجيو باش توصل الرساله لجميع الاباء. انتبهوا هذه المساله هذه اللي غادي ندموا عليها ندم شديد 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 جدا اخر المطاف، الوقت اللي ما غادي ينفعكم حتى شي حاجه من ديك الندم. تحياتي لكم كاملين، السلام عليكم.